الشوط في هذا الشوط وهو ثامن الأشواط مشاهدينا متابعينا الكرام ينطلق للجعدان المهجنات الأصايل ينطلق حامل كذلك تحديات ناموس. نسير مع المراكز الأولى مباشرة لنتابع مشاهدي الأعزاء إلى حضراتكم عبر شاشة دبي ريسنج ونتعرف على العشر المراكز الأولى خلال الخمسة كيلومترات من تنافس والتحدي في هذا الشوط. نسير مع المركز الأول يتقدم المشاركين شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم يضمر خالد بن المر بن حلوة يقود المشاركين بينما يأتي في المركز الثاني ويتقدم صوغان لتعود ملكيته لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم يضمر عبيد بن محمد بن ضبيعة يأتي في المركز الثاني بينما المركز الثالث يتقدم في ثالث المراكز مشاهدينا متابعين الكرام. وصل في هذه اللحظة بشاش لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد المكتوم هانم بن مسفر بالقوبع هناك يتدخل في المركز الرابع في هذه اللحظات شاهين لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبيد الحميري يتولى عملية التضمير بينما المركز الخامس شوف الدخول في هذه اللحظة من شاهين لسمو الشيخ سمو الشيخ محمد بن المر بن مكتوم المكتوم سعيد بن عبيد بن مراشد يتولى الله تغيرت الأمور طحان كل الأمور وعدنا إلى المراكز الأولى عاد إلى المركز الأول وانطلق ما أكملنا النداء طحان مشاهدين العزاء من هجن العاصفة انطلق إلى المقدمة قلب موازين هذا الشوط راس على عقب وانطلق بالمركز الأول يحمل شعار هجن العاصفة يضمر الواثق حمد بن راشد بن غدير بينما المركز الثاني شاهين يأتي في المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم يضمر عبيد بن محمد بن ضبيعة أما المركز الثالث فوصل فيه البارع لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم مع عتيج بن سالم بالعرطي الحميري مشاهدي الأعزاء بشاش ياتي لسمو الشيخ او هنا غير التغيير من شعار سمو الشيخ ذياب بن سيف بن محمد النهيان مشاهدينا الأعزاء ويضمر الصادق فضل الامين الذي ينطلق اللي هو سمران يتدخل في هذه اللحظات وفي هذا الاندفاع وصول وقدوم في هذه اللحظات صوغان لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم مع مسري بن سالم بالعرطي الحميري في هذا الاندفاع والانطلاق يا السلام هذه الأسماء وهذه الشعارات العملاقة في هذا الشوط وفي هذا الاندفاع هناك في المركز السابع شاهين لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبيد الحميري يضمره والمركز الثامن من الجانب الآخر يتدخل في شاهين لسمو حمدان بن راشد المكتوم يضمره خالد بن المر بن حلوة المركز التاسع تاسع المراكز يتواجد في مشاهدي الأعزاء لسمو الشيخ فيصل بن عبد الله المعلى ناصر بن عبد الله المدهوشي يضمره والعاشر وصل في هذه اللحظات مهول من هجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير هكذا النداء هكذا العشر المراكز الأولى هكذا الجعدان المحليات الأصايل في الشوط الثامن شوف التغييرات شوف تبادل المراكز شوف التحديات ولكن طحان لازال هو سيد الميدان طحان لازال هو سيد القعدان هو من يقود مساري هذا الشوط بتحدياته الرائعة بشعار هجن العاصفة وهجنها مع طحان بالمركز الأول يضمر الواثق حمد بن راشد بن غدير يليف المركز الثاني يتقدم صوغان لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد مسري بن سالم بالعرطي الحميري يضمره وهناك من الجانب الآخر اللي هو سمران لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان صادق فضل للأمين يتولى عملية التضمير وصر شعار هجن الرياسة مع شاهين لمن هجن الرياسة يضمر أحمد بن مطر بن مايد الخيال المركز السادس هذا مهول من هجن العاصفة يضمر حمد بن راغدير وصل بن محمد بن راشد مع علي بن راشد بن غدير هكذا عود
صعود مرة ثانية إلى المراكز الأولى في 800 متر الأخيرة. يا سلام، هناك طحان وهناك أيضا يتواجد صوغان، صوغان وطحان. يا سلام على عنوان المقدمة، على عنوان المقدمة صوغان وطحان، ويأتي سمران. يا سمران، يا سلام يا سلام، سمران وصوغان. دخل شاهين بشعار هدن الرياسة ومهول، يا مهول بيهول، مهول مهول بيهول. الله الله، لازال طحان، لازال طحان يرقص، يرقص في الميدان. يتقدم طحان بشعار هدن العاصفة في هذا الانطلاق. الله 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 يا اللقاية، الله يا اللقاية، الله يا طحان، الله يا طحان. ينفرد بالمركز الأول، قاد مساري هذا الشوط من البداية وبدأ في النهاية. ما شاء الله تبارك الله، الله يا العاصفة وهدنها. يا سلام يا سلام يا سلام، طحان وهناك مهول غير على المركز الثاني ليرافق طحان، لينطلق مع طحان. الله الله يا طحان، أداء وشكل جميل وانطلاقة رائعة. يا سلام، تابعوا وانتظروا طحان في الأيام القادمة. تهانينا على فوز طحان بالمركز الأول لهجن العاصفة، ومهول في المركز الثاني. أما المركز الثالث من هجن الرياسة، والمركز الرابع لسمو الشيخ ذياب بن سيبر محمد النهيان، والمركز الخامس، شفت الخامس لسمو الشيخ فيصل بن عبد الله بن أحمد المعلى. هكذا كان هذا الشوط مثير، وكان طحان هو سيد الجعدان، وهو الذي قدم هذا الأداء الفنان والجميل والرائع. تهانينا لهجن العاصفة. توقيت الزمني طحان على شاشة التلفزيون 7:56 و7 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا للواثق حمد بن راشد بن غدير. بينما مهول أتى في المركز الثاني من هجن العاصفة 7:57 4 أجزاء من الثانية، أيضا مهول من هجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير. والمركز الثالث من وصل في مشاهد العزاء شاهين من هجن الرياسة، قطع المسافة في 7 دقائق، في 7:58 5 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الرياسة، تهانينا أحمد بن مطار بن مايد الخيالي، وتهانينا لكل الفائزين.